بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي إن شاء الله دروس خط النسخ بدءا بالحركات الأولية التي يتكون منها خط النسخ. وباختصار شديد أننا نستطيع أن نجمع مجموعة من الحروف تشترك في حركة واحدة، وبالتالي بجمع الحركات التي يمكن أن يشترك فيها مجموعة من الحروف. وبالتالي الدرس الأول، ما هي الحركات الأولية لخط النسخ التي يمكن أن تشترك فيها مجموعة من حروف خط النسخ؟ أيضا كيفية ربط الحروف ببعضها، هذا هو الدرس الأول في خطوط النسخ طبقا للموازين والقواعد والأصول الفنية لخط النسخ. ثم بعد ذلك نبتدي بالحروف ابتداء من حرف الألف إلى حرف السين، وكيفية رسم الحرف بالميزان، وكيفية اتصاله بالحرف الآخر حتى حرف الصاد. بعد ذلك تطبيق القواعد والأصول الفنية من خلال مجموعة من الآيات القرآنية والعبارات والحكم، هذا هو الدرس الثالث. وإن شاء الله ننتقل إلى الدرس الرابع، أنواع الوصلات. في عندنا وصلات صاعدة، وصلات نازلة، وصلات أفقية، وصلات قنطرية أو مقنطرة، وصلات مقوسة، وكل دي هذه الأنواع من الوصلات في خط النسخ معها مجموعة من التطبيقات أو الأمثلة، بحيث لا نقع في أخطاء الوصلات، ودي موجودة عندنا كثيرا في الأخطاء الشائعة في كتابتنا كلها، وبنلاحظها في الدروس والاختبارات. انتهى خط النسخ، نبتدي في خط الرقعة. كيف تتعلم خط الرقعة؟ من خلال مجموعة أيضا من الحركات الأولية لخط الرقعة ابتداء من حرف الألف حتى حرف السين، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد التي تخضع لها حروف خط النسخ، أو طريقة رسم الحروف، أو طريقة الكتابة، ما يستقر على السطر وما ينزل تحت السطر، وذلك بالتمثيل لمجموعة من الحروف وأيضا الكلمات وأيضا الجمل أو العبارات. الدرس اللي بعده استعراض موازين الحروف في خط الرقعة ابتداء من حرف الصاد حتى حرف الميم، ممثلا بالموازين والقواعد والأصول الفنية، بالإضافة إلى مجموعة من العبارات والآيات القرآنية على هيئة عبارات وآيات. آخر درس في الرقعة هو تجميع لمجموعة من الحركات، ويمكن تمثيلها بمجموعة من المجسمات لهذه الحركات لتكوين حروف، وهذه المجموعة بالذات تصلح لتدريس الأطفال ما دون السادسة عن طريق مجموعة من الحركات، أو الحركة الفلانية زائد الحركة الفلانية تديني الحرف الفلاني، وهذا موجود إن شاء الله في الدرس الخاص بتجميع الحركات الأولية التي يتكون منها خط الرقعة. وبكده
ننتهي من استعراض منهج الدورة، وإن شاء الله نتلقى منكم إن شاء الله استحسانكم وأيضا تعليقاتكم وأيضا استفساراتكم وأيضا ما ترونه من تعديل أو تطوير أو ما ترونه من تغيير، وشكرا جزيلا.